المفروض كمكانك كإعلام أوضح لك الرؤية، وبعدها أنت حر في تصرفاتك، بس مش عايزين نرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. ولا رأيك يا شيماء؟ عندك حق بصراحة. يعني بصراحة شايفة في ناس بتستجيب على السوشيال ميديا بطريقة صعبة قوي، تحس ان هم مغيبين او لجان معينة طالعة بتقول نفس الكلام نفس الكلام. يا جماعة احنا مش هنغلط غلطات زمان، لازم نتعلم غلطات زمان. كل حاجة بقت مفبركة، بنشوف الفيديوهات مفبركة. اولا احنا ملناش ان احنا يعني نعرف انه دي حقيقة ولا لا الا لما نشوف العكس، وفعلا في صفحات بتنزل العكس. تعليقا على كلامك يا شيماء بقى، اللي حصل اللي حصل الجمعة اللي فاتت، الفيديوهات كمان شفت فيديوهات التأليف ده. ده اللي حصل ايه بقى؟ انا يمكن من الحاجات اللي انا قلتها على صفحتي، صفحة الفيسبوك، قلت لهم ما تنسوش تصوروا الناس وهي قايمة من قدام الماتش وتقولوا التجمعات ايه والمظاهرات ايه. وده بالفعل اللي حصل. اللي حصل كالتالي، يعني مش هنقول المئات، لا ده العشرات حبوا يخضعوا لعمليات منهجية لتدمير البلد، فيقوم الناس تسمع ان في ناس بتقول لك ده في ثورة، يقوم الناس تروح تتفرج. ما هي المشكلة الناس راح تتفرج تشوف في بجد ولا لا. واحنا اصلا كشعب بنحب نتفرج، ولا بنحب الله نتفرج. بالظبط.